شوفوا عيد المنظر. مرحبا، اليوم وصفتنا رز بالحليب بس عملناها على الطريقة التركية، عملناها بهيدا الشكل وخبزناها بالفرن. شوفوا طلعت شكلها بشهي. خلونا نشوف الطريقة مع بعض. أول شي راح نجيب طنجرة صغيرة، راح نحتاج كوب رز مصري، أنا بس غسلته وتركت كمية النشا بقلبه. راح نضيفه على الطنجرة وراح نضيف عليه 2 كوب مي تقريبا شي 500 ملي، يفضل تكون المي سخنة. هلا رح ندور الغاز ونسلقهم، هيدي رح تكون أول مرحلة. وهيك الرز صار خالص بعد ما نشفت ميته، رح نطفي تحته ونكفر رز بالحليب. أخد كمية الماي كلها، هيك الرز بيكون جاهز. هلا بعد الرز ما خلص رح أزيد عليه لتر حليب، بس رح اترك شوية من الحليب لذوب النشا فيهم. رح اقوي شوي النار تحتهم. وانا جبت 3 معالق نشا، رح احطهم بالحليب الباقي ودوبهم. هلا رح نضيف الحليب مع النشا ونحرك المزيج. ورح زيد عليهم كوب سكر، إذا ما بتحبوها حلوة كتير فيكم تزيدوا 3/4 الكوب. ورح زيد عليها شي هلا اختياري، اللي هو عبارة عن نص كوب قشطة. مثل ما اتفقنا هيدا الشي اختياري، فيكم ما تحطوه، بس أنا الهدف دسمها شوي. بما إنه عم حضرها على الطريقة التركية رح ضيف عليها فانيليا مش مزهر، إذا أنتم بتحبوها مع مزهر فيكم تزيدوا. بحط تقريبا ملعقة صغيرة. هيك تقريبا كل شي حطيناه، رح نحرك تحتها ونضل نحرك لحتى تغلي معنا وتشد. وهلا بعد ما يشد المزيج رح نحطهم بكيسات تكون او فخار او شي قابل للحرارة ونفوتهم على الفرن بس لنحمرهم من فوق. وهلا مثل ما شايفين بلش المزيج يشد، رح نخفف النار شوي احسن ما يفور معنا، ونتركه تقريبا شي دقيقتين ليشد معنا مزبوط، ونرجع نسكبه بهود الفخارات ونفوتهم على الفرن. هيدا القوام اللي بدنا اياه، رح نطفي تحته ونسكبه بالفخارات. هلا بالنسبة للسماكة فيكم تحطوا النشا زيادة وفيكم تقللوا، انا تركتها شوي رخوة لانه رح تفوت ترجع شوي على الفرن. رح نجيب كل كاسة بكاستها ونسكب بهيدي الطريقة. هلا رح نجيب صينية شوي كبيرة نحط فيها الكاسات بهالطريقة، وأنا محمل الفرن على درجة 250 بس من فوق. نحن الهدف نحمر الوجه، ورح ضيف مي سخنة بأرض الصينية. نرجع لكم بعد شوي. وهلا حطيناها بهيدي الطريقة مثل ما اتفقنا، عليناها لفوق ودورنا بس الفرن من فوق، نتركها شوي لتتحمر وجهها ومنشيلها. وهي تقريبا شكلهم بعد 10 دقايق بلش ينفخوا شوي معنا. وهيك صار شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن. رح نشيلهم عن الصينية ونبردهم شوي ونزينهم. وهلا بعد ما بردناهم شوي رح نبلش نزين فيهم. انا رح احط عليهم فستق حلبي. طلعوا هيدا المنظر. هنزين الكل بنفس الطريقة. للزينة فيكم تحطوا أي شيء موجود عندكم، مش ضروري تلتزموا باللي أنا عم بحطه. وراح أضيف عليهم الورد اللي مجفف. وراح نزيد شوية فستق حلبي الأصابع. وهيك طبقنا بيكون جاهز اليوم. طلع معنا بهذا الشكل، إن شاء الله الطريقة تكون عجبتكم. ألف صحة يا رب.